أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت ورشة عمل أقامها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بعنوان أمن فكرتك، على أهمية حماية النماذج الصناعية والرسومات قبل دخول المرأة إلى مجال الاستثمار الصناعي، وذلك لحماية هذه الرسوم وحماية هذه النماذج، حيث أن كل البلدان تخضع لقانون حماية هذه الرسومات والنماذج الصناعية. نحن في فقرتنا اليوم حنتكلم عن المشاريع التي تبتكرها السيدات وكيفية حمايتها من أي اختلاس أو أي تلصص أو أي حتى أخذ الفكرة ذاتها، مع ضيفي هنا المحامي الأستاذ ريان مفتي. أهلا بك أستاذ ريان. أهلا بك، كيف الحال؟ الحمد لله. خلينا الأول شيء نوضح الصورة للمشاهدين. أول شيء نتكلم على القوانين وما تشمله هذه القوانين اللي هي لحماية الملكة الفكرية والملكية الفكرية. طبعا هناك اختلافات كثيرة بالنسبة للملكية الفكرية أو براءة الاختراع حسب نوعها وحسب مدى توافقها مع الاشتراطات اللي احنا ممكن نقول انه هذه تنطبق عليها الملكيه الفكريه. هنالك ايضا اكثر من جهه تختص في عمليه تسجيل مثل هذه الافكار، مثل مدينه الملك عبد العزيز، ايضا وزاره التجاره بتستقبل جزء من هذه الافكار، ايضا وزاره الاعلام. هنالك ايضا تسجيل لبعض هذه الافكار. فهنا بحسب اذا كانت هذه الافكار او هذه البراءة بتكون تنطبق عليها التسجيل كبراءة اختراع أو كملكية فكرية، بيتم تسجيلها بحسب الجهة المختصة فيها. طيب لو تكلمنا مثلا عن المشاريع الصغيرة اللي بتبتديها السيدات أو تبتديها حتى الفتيات، كيف ممكن الفتاة أو السيدة من فكرة هي يعني جات على رأسها وتبغى تحميها ويطبق عليها أي قانون؟ جميل جدا. الأفكار الإدارية أو الأفكار التسويقية أو أفكار في مشروع معين لابد أن تكون هذه الفكرة لم يسبق تطبيقها في أي جهة في السابق. حتى لو كانت فكرة في السابق وتم تطويرها أو تغييرها أيضا لا تعد هذه يعني من الأفكار اللي هي ممكن نقول إحنا ممكن تسجل كفكرة لشخص أو تنتسب. يعني أول شرط إن هي تكون ما سبق لها إن هي صارت قبل كده، ما يكون لها سبق الطرح. أوكي. أو التسجيل في أي جهة أو في مكان آخر. تكون هذه الفكرة أيضا جديدة من نوعها، يعني بتكون لها تقييم معين حتى إحنا نقدر نقول إنه هذه الأفكار فعلا ممكن تقييمها وكتطبيقها. لكن في غالب المشاريع بيكون مجرد هي الفكرة موجودة لكن بيتم تطوير أو إضافة عليها. فهذه الأفكار في الغالب أنها لا تسجل. لكن هنالك أيضا في حفظ الحقوق في أشياء كثير كالعلامة التجارية، هذه جدا مهم. أنه أحيانا تكون مشاريع صغيرة أو بدايتها صغيرة لكن الرؤية أو الاستراتيجية تبعها ممكن تكون في المستقبل أن هي شركة كبيرة، بالتالي أنه هي لابد أن احنا نحرص على تسجيل العلامة التجارية أو شعار النشاط اللي احنا قايمين فيه، بالتالي حتى تسجيل الاسم التجاري عن طريق وزارة التجارة. فبالتالي هنا بنقول أنه في حفظ الحقوق لهذه المنشأة. طب إيش الإجراءات عشان تتم الخطوة الأولى؟ تسجيل العلامات التجارية بيكون عن طريق وزارة التجارة، وموجود الفرع المختص في تسجيل العلامات التجارية في الفرع الرئيسي في وزارة التجارة في الرياض. فبيكون هنالك تقديم لهذه العلامة التجارية مع وضع بعض الشروط بالنسبة لهم، بعض المستندات أيضا المطلوبة. بيأخذ عملية بحث عن هذه العلامة التجارية للتأكد إنه هذه العلامة التجارية لا تتطابق مع علامات تجارية أخرى، بالتالي بيتم تسجيلها. أيضا لو كانت هنالك فكرة مختصة أو فكرة جديدة لم يتم طرحها في السوق، أيضا هنالك أيضا جهات إذا كانت هذه تسويقية أيضا بيكون وزارة التجارة أيضا مختصة في تسجيلها. إن كانت هنالك يتطلب سرية معينة في نشاط تجاري، أحيانا بتكون في معلومات سرية عند المنشأة، ممكن أن هي تسجل هذه المعلومات السرية أيضا عن طريق وزارة التجارة. إن كانت براءة الاختراعات صناعية أو طبية أو زراعية، مدينة الملك عبد العزيز أيضا هي اللي بتشرف، بتقوم بتسجيل الفكرة أو البراءة أيضا من خلالها. ممتاز. أستاذ ريان، إحنا عندنا مداخلة هاتفية من الأستاذة أفنان بطين وهي المديرة التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة. أستاذة أفنان تسمعيني؟ نعم أسمعك. أهلا وسهلا بك في سيدتي. أهلا فيكم. أستاذة أفنان، أبغى منك لو تعطينا شوية تفصيل عن الورشة اللي أنتوا قدمتموها عشان توعوا المرأة في هذا المجال.
نعم طبعا نحن في صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة منظمة غير ربحية هدفها تمكين المرأة السعودية فتمكينها من نواحي عدة وأبرز عمل نقوم فيه اللي هو تمكينها من ناحية الاقتصادية لكي تكون متمكنة من هذا الجانب نعمل على توعيتها بأهمية حفظ الحقوق الملكية الفكرية للمشروع الصغير لذلك حرصنا على إقامة ورشة عمل أمن فكرتك اللي هي متخصصة في توعية السيدات في كيفية حماية الملكية لمنشآتهم الصغيرة من بناء الهوية الخاصة في المشروع أو من ناحية حفظ الحقوق الخاصة في الخدمات التي يتم تقديمها على سبيل المثال في بعض المشاريع يكون لديهم وصفات خاصة في على سبيل المثال في الكيك فيعملون على حفظ الحقوق لذلك نعم طب هل شفتوا أفكار ورسومات نماذج فعلا تستحق أن هي يكون لها حماية أو تكون لها يعني حقوق ملكية فعلا من السيدات؟ نعم حقيقة هناك نماذج عدة موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية وأيضا إحنا واجهناها من خلال برنامج انطلاقات اللي نقيمه لذلك دعت الحاجة لعمل مثل هذه الورش التوعوية لأن كثير من المشاريع انتقلت منها من تكون مشاريع متناهية الصغر عندنا في الصندوق إلى مشاريع متوسطة فتعتبر حفظ الملكية لهوية المشروع ذاته مهم جدا للتوسع والانتشار وانتقاله من على مستوى المحلي إلى الخليجي وإن شاء الله في المستقبل يكون على مستوى عالمي وهناك أيضا بعض الشابات وأيضا المتقدمات للبرنامج التدريبي يكون عندهم ابتكارات فنعمل على توعية السيدات بالفرق بين سواء إن كان الابتكار والاختراع وأيضا كيف إذا أنا بعمل أبني هوية لمنشأتي الصغيرة وأطورها وعملنا أيضا ورشة أخرى بعد أمن فكرتك اللي بناء الهوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعايير التي يجب أن تتوافر لدى المنشأة ولدى حتى صاحبة المشروع عند بناء هذه الهوية ممتاز أستاذة فنان لو حصل انتهاك للحقوق في أي فكرة من الأفكار أو يعني سرقة أفكار المتضرر إيش يسوي؟ طبعا هذا هو هدف ورشتنا ايضا توعية المستفيدات في لا سمح الله اذا كان هناك انتهاك لحقوق الملكية لديهم الى اي جهة يتوجهون اضافة سواء كان هذا الضرر من المعنوي او المادي فمن هذا ما حرصنا على توعية المستفيدات لذلك ونحن حقيقة في الصندوق نحرص على حفظ الحقوق لصاحبة الفكرة لأن أي مشروع ريادي عبارة عن فكرة فالفكرة تكون يعني نتعامل معها بسرية ونحفظها إلى أن يكون هذا المشروع يطلق على أرض الواقع ويحقق نجاحه يعني أنت بتوجهوا السيدة نعم إحنا دورنا نعم نوجه السيدة أي متقدمة لدينا في الصندوق أيضا الجهات المعنية لذلك لأن لدينا ولله الحمد جهات عدة متخصصة في هذه المجالات دورنا إحنا توعوي إضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات لها الاستشارات والدعم الفني منذ انطلاق الفكرة إلى أن ترى مشروعها على أرض الواقع حتى وإن رأت مشروعها على أرض الواقع نستمر معها في الدعم لتطوير هذا المشروع ممتاز طب أستاذة أفنان إيش الفرق في الحقوق ما بين أنه السيدة تأخذ تصريح عشان لماركة أو اسم معين أو إن هي تكون يعني الوكيل الحصري لهذا الاسم أو الماركة في فرق في الحقوق؟ طبعا هناك فرق في الحقوق نعمل على توجيهها مع الجهات المختصة لذلك وبيان الفرق لأن هي السيدة تقرر عند بدء المشروع إلى أي مستوى هي تريد الانتشار أي مشروع يجب أن تكون لديه رؤية ورسالة فهي إلى أين تبي تصل نعمل على توجيهها في هذا الجانب ففي فرق وأنتوا توروها الفرق صح؟ نعم بس أنتوا ما تساعدوها في أن هي تروح تطالب بحقوقها أنتوا بس توجهوها إلى الأماكن اللي هي المفروض تقصدها صح؟ نعم دورنا توعوي وتوجيهي إلى الجهات المعنية بذلك أستاذة أفنان أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه المداخلة القيمة
شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ ريان. إحنا فقرتنا انتهت وأشكر تواجدك معنا سيدتي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. حنخرج على فاصل أخير ومتابعين معكم سيدتي. مع مجلة سيدتي أنت التألق والشباب والنجاح. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة سيدتي. سيدة المجلات العربية. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، المخرج المبدع سعيد المروق خلف قضبان السجن.